السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، جايب لكم اليوم لعبة Chivalry 2. اللعبة حاليا في الفري ويكند على ايبك جيمز، قلت خلينا نجربها نشوف شنو نظامها. طبعا ما الله يعين ربعنا اللي راح ندش وياهم، بس نبنا نضغط، اتوقع ان هذا حقنها بالخط الكبير، فاتوقع ان هي اللي الناس يلعبونها. اللعبة فيها بروجريشن، فيها لعب، فيها تطويل، وفيها شخصيات وسلحتك وشغلك وكلاساتك، يعني نظامها شوي يعني يبي اللاعبين يلعبون الفترة طويلة، نفس نظام فور آنر، نفس يعني نظام القتال انه تحتاج انك تذبح زيادة. بس يختلف عن فور آنر ان الأسلحة كلها لها ادوار، والحين راح نلعب احنا وراح نموت واجد، فيعني نبي نشوف اذا نقدر نذبح لنا واحد. اذا ذبحنا لنا واحد نبي نحطه، يعني شوفوا الكل الهايلايتس، شنو هذا؟ بين ذا تنت هيلد، في هيلر عندي. اوه ذبحنا واحد، يا سلام عليك. ذبحنا اثنين، حلو، بلوك من طقة رفيجي هيلني. والله كأن اللعبة شوي تختلف عن المتوقع. ها الريتش، الريتش، وين الريتش؟ ها تقدر تذبح رفيجك هني صح، نسيت. نزيل بوشينج، حلو، هذول ربعنا، كلهم ربعنا. والله الخريطة كأنها مخربطة. ذبحنا هذا وإذا طقينا هذا قاعد يحرك سلاحه بشكل غبي، فنبي نذبحه. هذا لا يا الربع، لا تذبحون، لا تذبحون. الربع قاعدين، ها راس الخنزير هذا شنو؟ حلو، هذول متداخلين بعض، ولك شنو راس خنزير وهذا سلاح يش بنار؟ جماعة شو السالفة؟ شنو المجزرة اللي صاير؟ هذا سهام. طقيته غلط، اوكي بوشنج، قاعد نحرك السيج. يلا، ها احنا اللي نهاجم. قاعد العب دفاع انا من اليوم. هذاك راح على رفيجنا يذبحه، خلينا ندز الاوبجيكتيف. كانك قاعد تلعب اوفر واتش بالضبط يعني. يا ربعي يا ربعي. دش علي هذا من اليمين. زين ذبحنا واحد اتوقع، طقيناه ذبحناه وهو ذبحنا، ما ادري شو صار، بس زين لعبنا دور زين اتوقع. فورورد سبون راح يطلع لنا بعد يعني 7 ثواني. اخ شنو هذا؟ لا كنا اموت اذا نقص من فوق، والله يمكننا يمت وانا ناقص من فوق. محق موته. هذا من جي نبنطق تاك، اح راس الخنزير واخر. تيم دامج، تيم دامج اكيد، تيم دامج. حلو ريكي ذبحناه، هذاك ارشر ولا شنو قاعد يحذف كنا. كسرنا درعه رفيجنا، طقه. حلو تعال تعال اسحب 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 اسحب، ما نبي تيم دامج، ما نبي تيم دامج. اذبح اذبح. اخ بغيت ال اوكي. والله اعطاها دوج رفيج، شفتوه اول ما جيت جاي يعطيها كنترول على طول. خوش حركه، كنا اعطاها دوج، ما ادري اذا كان بعطيها ولا لا. واخر صديقي، اوه ارشر هذا قاعد يركض من بعيد. واخر واخر رفيجك، خلينا نروح نطق الارشر. يلا يلا تيم دامج، طقيته كله منك. دشيت بين خمسة، والله اني بطل. ذبحت الارشر، لا ما ذبحت، ذبحت واحد منهم. ولك شوف سلاحه هذا شو صاير. لا لا خوش لعبة هذه، خوش لعبة. ما ادري اربعة شو تسوي، بس شكلي بطقها. اول ما نوصل هناك بطقها، بشوف شو يصير. ترمبت. تهيل ربعنا يمكن. والله يمكنها تهيل ربعنا، لان حاطين عليها علامة زائد، هذه كأنها زائد العلاج.
انا اخاف من الارشرات الحين ف... هذول يحذفون اخي بغيت احذفه بس انه حذفني قبله وطقني بسهب والله صكني برازي جمهوره سوري تيكا لكن رفيجي اللي ذابحني لا ما عندي حتى ذابحني رفيجي يمون صاحبنا ولدنا يستاهل ولدنا على الاقل ياخذ له كلات ذابح ربعه بس انه ذابح شيء على الاقل لازم تكون سمح في الالعاب هذه حبيبي رفيجي اذبح وجه الخنزير يعني مهوش لا عرفت وين الثاني اح بحب حل الكلب اح سهم بايدي من اللي ذبحني هذا القناص شوف وين واقف هناك مو واقف هناك مبلا كنا بلسته قاعد يرميني هذا ولا يا سلاح المشكله طاق شفل انا يعني غيروا لي حطوا لي اسلحه مختلفه وينهم وين الكام مالنا اللي نحركه هذا العجله هناك في عجله ثانيه علامك تصيح هاك صيحه ايش علام رفيجي صح امحق رجال لازم تغير صوت هذا 100% لازم تغير صوت بغيت اطق رفيجي هذا ما يصلح حق مناطق مفتوحه كذي رفيجك شيله والله طاقني البلستة تشوفونه راعي البلستة هذا انت حق طيلي اذبحوه يا ربعي اذبحوه كان راعي البلستة شنو تغير سلاحي انا جريت اكس تيك داون اعطوني زين هذول ايش فيهم ربعنا؟ كانوا يحتاجون دعم؟ لا والله ما يحتاجون دعم، تجي تطق بالفاس وتذبح ثلاثة منهم. هذول والله الريتش ماله مو شيء هذا. ربع. وجه الدجاجة هذا، شنو وجه غزال ولا شنو؟ ذبح اثنين ليفل اثنين وصلنا يا شباب هجوم ربعي اذبحوه تيك داونين شلون تيك داونين وانا قاعد اعالج شو السالفه يا شباب فهمون والله انه يعني قاعد نلعب كانه في عندنا انا توقعت اني راح اكون اسوأ من كذي بس الظاهر ان لعبنا زين حتى الان يا الربع فيكم احد يبي علاج ابي احذف العلاج قدام ها دشوا كابتشر ذا كورت يارد دش هذول ربعنا عندهم علامه علاج ابي اقط اربعه عندهم هاك احد ثاني ابي هاكم شباب اح اتس جاست ا فلاش وان دقيق رفيجي اذبح هيلني كفو الله يعطيك العافيه ما قصرت تكفى هيلني طلع قاعد يخزني يا ما عندي ايد شلون قاصين ايدي اثري قاطع ايدي ها تقدر تقطع ايد اللاعب زين اذا قطعت رجله توقع فهمت الخطة تعالوا hold the courtyard لازم نوقف بالكورتيارد ونحتلها not happening اوكي افتحوا لنا الباب شباب افتح الباب عشان ما نلف ونصعد كل مرة هذا واقف على البلستر صياد اخاف انقز واموت قبل شوي كني نقزت ومت
ندري والله كان انقزت ومت ولا كابتشر. هل هذا يعطيني اوبجكتيف؟ لا اعطاني، ما اعطاني اوبجكتيف. هذا شو يسوي؟ تيك تول شنو سلاحي انا؟ سكين داش عليهم. اني ما استحي. شباب شباب لحظه لحظه، انا عندي سكين، انتم داشين بفؤوس وما ادري شنو، انا عندي سكينه. والله العظيم والله شنو طقتها سريعه، اسرع من هذا. شوف شباب اللي اذبحه وياي سكينه، والله والله ريبوست يقول ما تنطق اذا طاق ريبوست، بس اتوقع لانه لف سلاحه من ظهره. نطقك مع ظهرك وانت ماسك سكين، والله فشل داش على الرياجيل ذا. كل ذا اير. اوكي لازم نروح نذبح قائدهم. شباب عندي علاج، بحذفه قدام، بحذفه قدام. روح روح. ايت فود ايتمز. هاك من ربع علاج. تيم دمج. وين الاير؟ وين الاير؟ هذا هذا اللي على الان طاق. ذبحت رفيجي. شنو هذا معصب؟ شنو هذا؟ ذبحته ذبحته شباب. بس هذا اللي ذبحني ما ادري شنو. ذبحوه ذبحوه، تكفون يا ربعي والله تقضوا لي منه. كفو. انا اتوقع المركز ال 12 ال 12 لاني لعبت عادل اتوقع. من دشيت وياهم فوزت ربعي. يمكن. وين وين السكور؟ ما يطلع السكور. رانك 2 ذابح 15 وميت 7. اي خوش لعب خوش لعب. 28 تيك داون ليفل 2 وصلنا. كونكتنج تو سيرفر. شنو دخلونا معركه ثانيه؟ شباب خلاص انا بسجل فيديو عن معركه واحده بطل. انا اسف انا اسف، ما راح العب ما راح العب. لا مو اكزت جيم على طول، سكر اللعبه مره واحده. اوكي ريتيرن تو ذا مين منيو. بس هذا النقطه اللي بنوقف فيها الفيديو. اشكركم شباب على المتابعه، ان شاء الله انكم استمتعتوا يعني في لعبه تشيفالري. فيها عندك اللي اكلمكم عنها الويبنات والكلاسات، يعني الحين وصلنا الكلاس هذا طورنا فيه الشغل، فتقعد كل شوي تخصص فيه زياده وفيه تطويرات وفيه طلع لك البروفايل مالك، وهني تقدر تضبط الارمري مالك من اسلحه ومن شغل سكنات وسوالف. يعني تضبط الشكل يعني تضبط الصوت، الصوت اهم شيء اول ما تدش تضبط الصوت. لان انا هذا كان وادر هيز نوت امان، كاتبين هيز نوت امان هزؤونا. فهذه النقطه اللي بنوقف فيها الفيديو. اشكركم شباب على المتابعه، ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا ونشوفكم بالفيديوهات القادمه. لا تنسون اللايك والاشتراك وبس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.